بكم في قناة فطومي. سارة ونرجس في المدرسة. النهاردة كان يوم جميل قوي في المدرسة، اتعلمنا حاجات جميلة ومفيدة. مدرسة مدرسة مدرسة، وكل يوم مدرسة. يا نرجس، احنا لازم نتفوق ونذاكر عشان نبقى ناجحين. ننجح ايه بس يا سارة؟ انا عايزة اروح النادي والعب واخرج واتفسح. ذاكري الاول يا نرجس، وبعدين العبي واعملي كل اللي انت عايزاه. ازيك يا فريدة يا اختي؟ ازيك يا سارة، اخبار المدرسة ايه؟ الحمد لله كله تمام، انا جاية دلوقتي عشان اذاكر. طب خشي سلمي على ماما، ماما دلوقتي بتعمل الاكل. ازيك يا ماما، عاملة ايه؟ اهلا يا سارة، ازيك يا حبيبتي، اخبار المدرسة ايه؟ الحمد لله كله تمام. طيب يا حبيبتي، فين نرجس اختك؟ دي راحت النادي يا ماما عشان تلعب. معقولة نرجس راحت النادي؟ ازاي؟ دي عندها مذاكرة كتير. اصلا يا ماما قلت لها تيجي تذاكر معايا، قامت سابتني ومشي. معقولة كده؟ ايوه يا ماما، عن اذنك بقى عشان لازم اطلع اذاكر عشان عندي امتحانات. طيب يا حبيبتي، شدي حيلك وربنا يوفقك. اهلا يا نرجس، ازيك؟ كويسة. عاملة ايه؟ رايحة فين كده؟ رايحة النادي. الله، نادي ايه؟ انت مش عندك واجبات مدرسية عشان تقعدي تعمليها؟ بعدين بعدين. بعدين امتى؟ الواجبات دي لازم توديها بكرة للميس عشان تصححها. مش لازم. مش لازم ازاي بقى؟ لا ماليش دعوة، انا عايز اروح النادي، العب مع صحابي في النادي. وبقينا في اخر السنة وخلصنا امتحانات. على فكرة شهادة نرجس وسارة طلعت النهاردة في المدرسة. ياه، وإيه الأخبار؟ هي فين الشهادة؟ أجيبها لك؟ هاتيها لي. حطيتها قدامك على الترابيزة. وريني كده خليني أشوف. يا سلام، شهادة سارة جميلة جدا، دي جايبة الدرجات النهائية في كل المواد، ممتاز. يا ترى بقى نرجس عملت إيه؟ وريني كده. انصحك بلاش تشوفها. ياه، ليه كده؟ وريني. ايه ده، ايه النمر الوحشه دي؟ معقوله كده؟ اندهيلي دلوقتي البنات حالا. اتفضلوا يا بنات، باباكو عايزكم. اولا مبروك يا ساره، انت شاطره جدا، انا مبسوط منك جدا جدا، وعشان كده انا هجيب لك هديه جميله بمناسبه نجاحك. شكرا يا بابا، انا مبسوطة جدا. انما انت بقى يا نرجس، حسابك معايا عسير، انا هحرمك من مروح النادي، مفيش لعب تاني، هتتحبسي في اوضتك وترجعي تذاكري كل المواد تاني لحد ما تنجحي. يبقى ليه يا بابا؟ هو كده، عشان درجاتك وحشة جدا، انا هديلك فرصة تانية عشان ترجعي تذاكري وتحسني درجاتك، مفهوم؟ وده درس ليكوا انتوا الاتنين، اللي هتذاكر وهتجتهد هتنجح وتتفوق، وباباها ومامتها يحبوها ويتبسطوا منها. اما اللي هتلعب وتهزر هتفشل، وباباها ومامتها هيتضايقوا منها جدا.